أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم صدق الله العلي العظيم. في زمن المعصومين عليهم الصلاة والسلام إلى فترة ما بعد الغيبة الصغرى وشروع الغيبة الكبرى، كانت زيارة الأربعين خاصة بمن حول كربلاء في القرى القريبة، في المدن القريبة، ثم توسعت وتوسعت فأصبحت حدثا محليا يغطي بعض المناطق في العراق وبعض أطراف العراق، ثم توسعت فأصبحت حدثا عالميا ثم توسعت فأصبحت إحدى أعاظم الحوادث في العالم. قبل تقريبا أسبوع من جهة رسمية ذكروا أن الذين وفدوا إلى زيارة الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام إلى قبل أسبوع تقريبا كانوا من أكثر من 80 دولة. حدث عالمي كبير، من 80 دولة يفدون إلى قضية معينة. هذه العظمة بما للكلمة من معنى. نعم، هذه نقطة عظمة، ولكن هذه النقطة نقطة عظمة في غير مثل زيارة الأربعين. مقياس العظمة في زيارة الأربعين ليس بهذه الأشياء، في الأمور الأخرى هذه تعد نقطة عظمة. من 80 دولة، من أكثر، الذي ذكروا أنه من أكثر من 80 دولة يفدون، هذه عظمة، ولكن هذا المقياس وأمثال هذا المقياس هذه مقاييس ليست لعظمة مثل زيارة الأربعين. مقاييس عظمة زيارة الأربعين مقاييس ثانية،
مقاييس راقية أرقى من هذه بكثير. بالفعل أصبحت زيارة الأربعين إحدى أعجب العجائب في حياة البشر على وجه الكرة الأرضية. ما هي العجائب بالنسبة إلى زيارة الأربعين؟ لا شيء. عجائب زيارة الأربعين كثيرة، أقول عجائب بالنظرة المادية عجائب كثيرة، إنها إحدى أعجب العجائب. يذكرون أن العجائب هي سبعة، العجائب السبعة لا شيء أصلا أمام العجائب التي تراها في زيارة الأربعين. ماديا أقول، دنيويا أقول، ناهيك عن البعد الأخروي. هذه الزيارة أصبحت إحدى أعجب العجائب في حياة البشر. إذا أردت أن تحصي عجائب زيارة الأربعين، لا يتمكن أحد ولا تتمكن جهة واحدة أن تحصي عجائب زيارة الأربعين، تحتاج إلى جهات حتى تحصي بعض العجائب في زيارة الأربعين. قبل سنوات قلت تحتاج زيارة الأربعين، طبعا هذا الكلام أيضا قاله خبير، أخذته من خبير، تحتاج زيارة الأربعين لتغطي بعض الشيء في زيارة الأربعين. زيارة الأربعين تحتاج إلى أكثر من 1000 فئة مصورة، معهم مصور في 1000 نقطة في العراق. هذا ما ذكره أحد الخبراء في مجال الإعلام، ثم طرحت ذلك على بعض الإخوة فقالوا 1000 لا يكفي، 1000 لا شيء. إذا كانت هناك 1000 فئة، فئة على الأقل من 5 أشخاص يصورون في مناطق مختلفة منتشرة في هذه المنطقة الكبيرة في العراق، لا يتمكنون أن يصوروا إلا شيئا بسيطا، لا يتمكنوا أن يلتقطوا إلا شيئا بسيطا من عجائب زيارة الأربعين. زيارة الأربعين عجائبها كثيرة جدا، ولكن كل هذا بالنسبة إلى عظم زيارة الأربعين مقياس لا يتناسب مع زيارة الأربعين. هذه مقاييس مادية، زيارة الأربعين مقياس عظمتها مقياس يختلف عن هذه المقاييس. أقول ربما، والله العالم، ربما تبدلت زيارة الأربعين إلى إحدى أهم وإلى إحدى أعظم الأسباب والعوامل لتعجيل الفرج الشريف. يعني تبدلت هذه الزيارة إلى إحدى أعظم العوامل لاقتلاع الظلم من على وجه الكرة الأرضية، يعني خلاء الدنيا من الظلم، بسط العدالة في كل الأرض. لعله ربما تكون زيارة الأربعين إحدى أهم، إحدى أقوى، إحدى أعظم العوامل والأسباب لهذا الشيء العظيم. لاحظوا، أذكر لكم نقاطا، انظروا هذا الكلام الذي قلته صحيح أم لا. أولا، زائر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كما ورد في المتواتر من الروايات الشريفة دعاؤه مستجاب. فإذا كان زائر واحد يدعو بتعجيل الفرج وكل الزوار يدعو، وكل الزوار هذا الدعاء عندهم هو الدعاء الأول، هذا المطلب عندهم أكبر مطلب يطلبونه من الله عز وجل. زائر واحد إذا دعا دعاؤه مستجاب،
إذا دعا لتعجيل الفرج، الفرج يقرب، يعجل شيئا، يوما، ساعة، سنة، 100 سنة، لا أعلم. فكيف إذا دعا في فترة قصيرة أكثر من 30 مليون شخص من المؤمنين المتصفين بكونهم زوار الإمام الحسين، هذه الصفة التي تجعل الدعاء مستجابا، 30 مليون وأكثر. تعلمون قبل فترة قريبة توقعات الجهات الرسمية طبعا للإحصائيات، توقعاتهم أنه عدد زوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في هذه المناسبة، مناسبة 40، هذه ستتجاوز 30 مليون شخص. أعلنوا ذلك طبعا لعلكم سمعتم. أكثر من 30 مليون شخص متصف بهذه الصفة التي توجب استجابة الدعاء، في فترة قصيرة يطلبون من الله سبحانه وتعالى تعجيل الفرج. كم يؤثر ذلك في تعجيل الفرج؟ كم سنة؟ كم 100 سنة؟ هؤلاء ممن أدعيتهم مستجابة ويدعون بهذا الدعاء ويطلبون هذا الطلب في خلال فترة قصيرة، في خلال أيام قلائل، أيام زيارة 40. كم مؤثر هذا؟ ثانيا، النفسية الطيبة من أسباب استجابة الدعاء. هذا المعنى أيضا وارد في روايات عديدة. الإنسان عندما يدعو يطلب من الله عز وجل مطلبا بنفسية طيبة، كل من تشرف إلى زيارة 40 يعلم بأن النفسية الطيبة التي وجدها في تلك الأيام في هؤلاء الزوار لا نظير لها في العالم كله. النفسية الطيبة التي تحصل أصلا إعجاز، هذا بوضوح أقول إنه إعجاز، مسحة من سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام توجب هكذا نفسية طيبة. نفسية طيبة لا تجد مثلها، لا بقوة أقول لا تجد عشرها، عشرها في أي مناسبة دينية غير دينية في أي بلد من بلاد العالم. نفسية طيبة كمجموع شيء لا نظير له، لا نظير لها، بل لا يصل إلى قربها أي حدث آخر، أي اجتماع آخر. نفسية طيبة عجيبة أصلا. نسمع أن الله سبحانه وتعالى في وقت الظهور الشريف، بعد الظهور الشريف بواسطة الإمام صاحب الأمر أرواح العالمين فداء، الإمام يمسح على عقول الناس تكتمل عقولهم وأحلامهم. شيء من هذا نراه في زيارة 40، وكل من تشرف رأى نفسية طيبة استثنائية. هذا العدد الكبير بهذه النفسية الطيبة، والنفسية الطيبة من أسباب استجابة الدعاء، يدعون الله عز وجل اللهم عجل لوليك الفرج. كم يؤثر هذا؟ ثالثا، اتعاب الجسم في طاعة الله عز وجل. تريد أن تستجاب أدعيتك، عندك دعوة خاصة، دعوة شخصية عامة، تريد أن يستجاب هذا الدعاء، إحدى الأمور التي تقرب استجابة الدعاء هو أن تتعب جسمك في طاعة الله عز وجل. زوار الإمام الحسين في 40 كم يتعبون أجسامهم في طريق الزيارة؟ الذي يمشي هذا ليس إتعابا للجسم في طريق طاعة الله عز وجل. كم من زوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يمشون كيلومترات؟ على أقل التقادير، على أقل التقادير أكثر من هذا بكثير طبعا، على أقل التقادير 3/4 زوار 40 يمشون. يمشون كم؟ طبعا أقول على أقل التقادير، وإلا هو النسبة أكثر من هذا بكثير، لعله أكثر من 9 أعشار الزوار يمشون. الذي يمشي كيلومترات
المقل يمشي كذا كيلومترا من المشاية، والمكثر يمشي مئات الكيلومترات. من بين كيلومترات مشي إلى مئات الكيلومترات من المشي، أقل تقدير 3-4 زوار الأربعين يمشون على الأقل كيلومترات. هذا المقدار الأقل ممن يمشي. الذي لا يمشي هو أقل من ربع الزوار الذين لا يمشون حتى كيلومترات، أقل من الربع، لعله أقل من العشر. قل 30 مليون، يعني أكثر من 22 مليون شخص يمشون كيلومترات، من 5 كيلومترات و10 كيلومترات إلى 500 كيلومتر وأكثر إلى مئات الكيلومترات. هؤلاء ماذا يصنعون؟ يتعبون أجسامهم في طاعة الله عز وجل. إحدى أسباب استجابة الدعاء أن تتعب جسمك في طاعة الله عز وجل. شيء آخر، نقطة أخرى لعلها رابعة، إتعاب الجسم في ماذا؟ في أي طاعة؟ إتعاب الجسم في طاعة الله يقرب استجابة الدعاء، يجعل استجابة الدعاء أقرب، احتمال استجابة الدعاء أعلى. فكيف إذا كانت هذه الطاعة هي إحدى أحب الطاعات إلى الله عز وجل؟ زيارة المولى الحسين صلوات الله عليه، كم هي محبوبة عند الله عز وجل؟ عشرات مئات من الروايات الشريفة بينت جوانب من محبوبية هذه الزيارة العظيمة لله سبحانه وتعالى. إتعاب الجسم في طاعة هي من أحب الطاعات إلى الله عز وجل. خامسا، هذه أيضا وردت في روايات وروايات وروايات، تستفاد من عشرات الروايات الشريفة، إحدى الأسباب لاستجابة الدعاء الابتعاد عن المعاصي. في زيارة الأربعين كم يبتعد الزوار عن المعاصي؟ لا أقول هذه الكلمة ومن تشرف يصدقني، لا تجد مناسبة، لا تجد اجتماعا يبتعد الناس عن المعاصي فيه وفي تلك المناسبة أكثر من ابتعادهم عن المعاصي في زيارة الأربعين، لا تجد. كثير من المؤمنين إن شاء الله لا يرتكبون معاصي. الذي يرتكب معصية في بلده تكون هناك فرص، تكون هناك مناسبات يبتعد شيئا ما عن المعاصي. قمتها قمة القمم فيها زيارة الأربعين. كم يبتعد الناس عن المعاصي في زيارة الأربعين؟ أصلا بعض المعاصي تكاد أن تنعدم في هذه الملايين، تكاد أن لا تراها أصلا. هذه المعاصي التي قد تكون في سائر البلاد موجودة لغير المؤمنين وحتى لبعض المؤمنين والعياذ بالله تعالى، معاصي الشيطان يسقط البعض من غير المؤمنين الكثير ومن المؤمنين أيضا أحيانا في بعض شباكه معاصي قد ترتكب. كم تصل نسبة المعاصي في زيارة الأربعين إلى أدنى مستوياتها؟ ذهبنا إلى، لا أريد أن أذكر بعض المناسبات الدينية العظيمة التي تبعد الإنسان عن المعاصي مثل زيارة الأربعين، لا تجد. لا تجد مثل زيارة الأربعين، ابتعاد الناس عن المعاصي إلى هذه الدرجة لا تجد مثل زيارة الأربعين. فلاحظوا هذه النقاط وهي أكثر من هذه، مجموعة من الناس أولا أكبر عدد اجتماع من المؤمنين، ثانيا أكبر عدد اجتماع من المؤمنين، هذه هي صفة،
ثانيا هؤلاء المؤمنون متصفون بصفة تقرب استجابة الدعاء، زائر الحسين. ثالثا هذا الاجتماع يكون في أفضل بقعة على وجه الكرة الأرضية للدعاء. توجد بقعة للدعاء أفضل من كربلاء؟ لا توجد، لا توجد نهائيا. أفضل بقعة لاستجابة الدعاء هي كربلاء، بل هذا كما في بعض الروايات الشريفة جزء من أجر أعطاه الله سبحانه وتعالى لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في مقابل شهادته، استجابة الدعاء عنده. رابعا بنفسية طيبة لا نظير لها. خامسا بعد إتعاب أجسامهم في طاعة الله. سادسا هذه الطاعة هي من أحب الطاعات إلى الله سبحانه وتعالى. سابعا في فترة هم أبعد ما يكونون عن الذنوب عن المعاصي. هكذا عدد بهذه المواصفات يدعو الله عز وجل: اللهم عجل لوليك الفرج. كم يكون هذا الدعاء قريبا للإجابة؟ كم يقرب هذا الدعاء، هذا الكم الهائل من الدعاء بهذه المواصفات، كم يقرب فرج الإمام صاحب الأمر الروح العالمين له الفداء؟ ألا تصدق كلامي عندما قلت أن زيارة الأربعين لعلها تبدلت إلى إحدى أهم هي من أسباب تقريب الفرج الشريف؟ هذا شيء بديهي أصلا، لا، تبدلت إلى إحدى أهم العوامل لتعجيل الفرج الشريف. يعني على إحدى، تبدلت إلى إحدى أهم العوامل والأسباب لقلع جذور الظلم من على وجه البسيطة. هذه هي العظمة، والله إنها العظمة. العظمة ليست أنه جاء من 80 دولة، هذه عظمة، لكن لا تقاس هذه العظمة بعظمة زيارة الأربعين. عظمة زيارة الأربعين في جانب آخر أكبر بكثير من هذه الموازين، من هذه المقاييس. تتبدل يعني هذا حتى إذا نظرت إلى الأثر الدنيوي يكون شيء من أهم أسباب قلع جذور الظلم من الأرض. هذا حتى الدنيوي تريد أن تحسب عظمة استثنائية، عظمة لا نظير لها. سبب أي اجتماع، أي عمل، مهما كان أثره يصل دنيويا. أقول الجانب الأخروي شيء آخر، لا دنيويا أقول شيء يكون له أثر من أهم الآثار لقلع جذور الظلم من الأرض. هذا الدنيوي إذا تريد أن تحسب أنه أثر عظيم. ما الذي تجد يوجد أو يكون مؤثراً في هكذا أثر عظيم؟ هذه عظمة زيارة الأربعين. نقطة أخرى، هناك رواية شريفة، شاهدي من هذه الرواية الشريفة في نصف سطر، ولكن أقرأ الرواية الشريفة لكم، رواية جميلة. أبي بن كعب كان بخدمة النبي صلى الله عليه وآله، فدخل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام على جده رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للحسين عليه الصلاة والسلام: مرحبا بك يا أبا عبد الله، يا زين السماوات والأرضين. أبي استغرب، فقال أبي: وكيف يكون يا رسول الله زين السماوات والأرضين أحد غيرك؟ يوجد ممكن غيرك يكون زين السماوات والأرضين؟ نعم، قاله النبي صلى الله عليه وآله بكل وضوح. فقال صلى الله عليه وآله: يا أبي، والذي بعثني بالحق نبيا،
إن الحسين بن علي في السماء أكبر منه في الأرض. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإنه لمكتوب، يعني إن الحسين مكتوب، الحسين مكتوب على عن يمين العرش. العبارة التي كتبت، الصفة التي وصف بها الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام عن يمين العرش، ما هو؟ وإنه لمكتوب، الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مكتوب عن يمين عرش الله عز وجل، ما هو مكتوب عنه؟ مصباح هدى وسفينة نجاة وإمام خير ويمن وعز وفخر وعلم وذخر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وإن الله عز وجل ركب في صلبه نطفة طيبة مباركة زكية. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أحد كبار مراجع التقليد أدام الله ظله الشريف كان يعلق على مقطع في هذه الرواية الشريفة. المقطع الذي أقسم رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يقوله: والذي بعثني بالحق نبيا. ماذا قال؟ قال: إن الحسين بن علي في السماء أكبر منه في الأرض. اللهم صل على محمد. يعلق هذا المرجع الكبير أدام الله ظله الشريف على هذا المقطع الشريف من هذا الحديث النبوي الشريف، يقول: حذف المتعلق يفيد العموم. أكبر في أي جانب؟ المتعلق محذوف، يعني أكبر في كل بعد. إن الحسين بن علي في السماء أكبر، أكبر في أي جانب؟ أكبر منه في الأرض، يعني في كل الجوانب. مقامه في السماء في عالم الملائكة أكبر من مقامه في الأرض. مصيبته في السماء أكبر من مصيبته في الأرض. عزاؤه، نحن نقيم العزاء على سيد الشهداء، البشر يقيمون العزاء على سيد الشهداء؟ لا، العزاء العظيم هو الذي يقيمه تقيمه الملائكة في السماء. عزاؤه في السماء أكبر من عزائه في الأرض. زيارته في السماء أكبر من زيارته في الأرض. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله ما قال في عالم البشر، قال في الأرض. عالم البشر شيء مما هو موجود في الأرض، يعني في عالم البشر وفي عالم الجن وفي عالم الطيور وفي عالم الأسماك وفي عالم الوحوش وفي عالم البهائم وفي عالم الحشرات وفي عالم النباتات وفي عالم الجمادات، كل هذه العوالم عندها شيء، هذه تسبح، هذه عندها أمور. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. البشر لا يفهم، ولا حتى الجماد يسبح. السماء بكت على الحسين عليه الصلاة والسلام دما، الأرض بكت على سيد الشهداء صلوات الله عليه دما. هذه عندها عزاء حتى الجمادات. النبي صلى الله عليه وآله ما قال إن الحسين بن علي في السماء أكبر منه في عالم البشر، لا، أكبر منه في الأرض. في السماء أكبر منه، يعني كل ما يصنعه كل ما في الأرض وكل من في الأرض للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى ما يصنع له في عالم الملائكة في السماء، هذا قليل ذاك العظيم. أعلق تعليقه: لعله مصداق من مصادق هذا العموم والشمول بسبب حذف المتعلق، هو أن تأثير زيارتك للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، تأثير الشعيرة الحسينية التي تقوم بها أنت المؤمن الحسيني، تأثيرها في عالم الملائكة
أكبر من تأثيرها في عالم الأرض. يعني ماذا؟ أنت تقوم بشعيرة حسينية، تقيم مجلس الحسينية، تبكي على سيد الشهداء، تندب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، تلطم على صدرك، تطبر، تزور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. هذا العمل له أثر إيجابي كبير فيك، هذا واضح بديهي جدا واضح. له أثر إيجابي كما في الروايات الشريفة ورد، له أثر إيجابي لكل من يراك. أنت الزائر، شخص يراك هو الذي رآك يتأثر إيجابيا، يأخذ شحنة نورانية منك. له لعملك الحسيني، زيارة الإمام الحسين مثلا صلوات الله عليه، له لهذا العمل الحسيني أثر إيجابي في أقربائك، واضح. له أثر إيجابي في جيرانك، واضح، روايات شريفة. بل الشخص الذي يقوم بعمل الحسيني، الزائر، أنت تزور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، الله يوفق المؤمنين والمؤمنات لزيارته، أنت تزور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، زيارتك لسيد الشهداء يوجد أثراً إيجابياً لكل البشر. أقصد من كلمة كل البشر كل البشر، يعني لا استثناء، كل البشر، كل البشر يحصلون على أثر إيجابي ببركة زيارتك أنت لسيد الشهداء. كل البشر يعني ماذا؟ يعني حتى النواصب، يعني حتى الملاحدة، يعني حتى اليهود، يعني حتى الصهاينة، يعني حتى المجرمين. زيارتك مثل الشمس، أثرها الإيجابي للخير وللشرير مثل الشمس، الشمس تشرق على الخير وعلى الشرير، على المؤمن وعلى المنافق. كيف أقول هذا؟ هناك بلايا تدفع عن أهل الأرض ببركة زيارتك، بلايا تدفع عن أهل الأرض، تدفع عن أهل الأرض، تعلمون يعني ماذا؟ يعني عن كل البشر حتى المجرمين، ناهيك عن المؤمنين، يعني عن كل الجن، يعني عن كل الحيوانات، يعني عن الجمادات. بلايا تدفع عن أهل الأرض ببركة زيارتك، صحيح؟ هذا من آثار زيارتك لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، هذا أثر زيارتك أين؟ في الأرض. النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال؟ قال إن الحسين بن علي في السماء أكبر منه في الأرض، أثر زيارتك في عالم الملائكة أكبر من أثر زيارتك في عالم الدنيا في الأرض. كم هو أثر زيارتك عظيما في الأرض؟ أثر زيارتك في زيارتك أنت المؤمن، أثر زيارتك في عالم الملائكة أكبر. توجد هناك روايات؟ نعم توجد روايات. إحدى الروايات الشريفة، لعلي في وقت آخر أقرأ الرواية، رواية جدا جميلة، مقطع من الرواية الشريفة، أن الله عز وجل ليباهي بزوار الحسين ملائكته المقربين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يعني ماذا يباهي ملائكته المقربين؟ الله عز وجل يريد أن يفتخر مثلا؟ حاشا لله. يباهي هذا شحنة، شحنة للملائكة، تقوية للملائكة، دعم نفسي للملائكة. لا أعلم، لا أعلم آثاره. الله يباهي، يباهي يعني ماذا؟ فقط يريد أن يوصل أنه لا، شيء عظيم يحصل في عالم الملائكة، انضباط عظيم، شحنة معنوية عظيمة، نور عظيم في عالم النور، عالم الملائكة عالم النور، في عالم النور نور عظيم يسمع. لا أعلم، الرواية هكذا. المؤمن العادي بإخلاص عادي، هذا الإخلاص في زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ليس مثل إخلاص الأنبياء، إخلاص درجة جدا عالية، إخلاص عادي،
بمقداره المؤمن، يزور مخلصا ولكن درجة الإخلاص بالنتيجة درجة عادية من الإخلاص. مؤمن عادي بإخلاص عادي يزور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، أثر هذا العمل يتبين في عالم الملائكة، الله أكبر. طبعا هذا بسبب اسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. هذه العظمة، العظمة المادية ليست شيئا، وإن كانت بحساب الماديات عجائب، عجائب زيارة الأربعين، عجائب زيارة الأربعين هذه، عظمة زيارة الأربعين هذه. نقطة أخيرة ذكرت لكم سابقا بعض الأمور، وذكرت لكم الروايات الشريفة، ولكن فقط تذكيرا أقول وبصورة سريعة مع قطع النظر عن ذكر الروايات الشريفة، لا أريد أن أفصل، موضوع ذكرته سابقا. الذي يتشرف إلى زيارة المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام فهنيئا هنيئا له، ما أعظمه من توفيق، ما أعظمه من توفيق، الله يعلم عظمة هذا التوفيق. أما الذي لا يتشرف، لا يوفق لأي مانع، مانع سياسي، مانع اقتصادي، مانع عائلي، أسباب شخصية، ظروف شخصية للشخص، أيا كانت الأسباب التي تعيق بعض المؤمنين من التشرف لهذه الزيارة، الذي لا يتشرف، هناك اقتراحات مستفادة من الروايات الشريفة أذكر لكم بعضها سردا سريعا فقط. ماذا نصنع؟ المحروم من زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع؟ أولا تشجيع، تشجيع بعض الناس يحتاج إلى دفعة، تشجيعك يؤثر، يؤثر 10%، أنا أيضا أشجع 20%، 30%، 10 يشجعونه ينطلق. تشجيع من يتمكن من الذهاب إلى الزيارة، الذي ليس له عذر شرعي، عذر عقلائي، تشجعه. أنا محروم، أحاول أن لا يكون غيري محروما، تشجعه. ثانيا تسهيل طرق الزوار وخدمة الزوار، كل في بلده، بالنتيجة الزيارة، الطريق إلى الزيارة له عوامل، وسهل هذه العوامل له. أخدم الزائر الذي يريد أن يتشرف إلى الزيارة من هذا البلد أو من أي بلد، الإنسان يسهل طريقه، يخدمه. بعض المؤمنين يعملون عملا جميلا جدا في هذه الأيام، يبحث عن شخص زائر يوصله إلى المطار، يوصله إلى الحدود، هو لا يتمكن أن يذهب إلى الزيارة، يخدم من يريد أن يزور، يخدمه في بلده، كلهم في بلده. ثالثا دعم ومساعدة للزوار هناك ماليا وغير مالي، لا أتمكن أن أذهب، أرسل شخصا، أتكفل بمصاريف شخص، أساند، أساعد، أساهم في خدمة الزوار هناك، هذا ثالثا. رابعا الدعاء للزوار، هذا الذي كان يصنعه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من قبل استشهاد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. النبي دعا لزوار الإمام الحسين صلوات الله عليه، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام دعوا لزوار الإمام سيد الشهداء. بأي دعاء؟ أدعو له، أنا محروم من الزيارة، على الأقل أدعو لزوار. هناك دعاء للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، دعا به، رواية مشهورة، دعا به في حال السجدة، الإمام صلى
بعد الصلاة سجد في أقرب ما يكون وهو إمام معصوم، دعا في السجود بعد الصلاة، دعا لزوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام دعاء جميلا جدا بمضامين عالية، بعبارات راقية ورقيقة أيضا، عبارات عاطفية جدا. الإنسان في هذه الأيام في كل يوم مرة يقرأ هذا الدعاء، لعل الدعاء يأخذ من وقت الإنسان دقيقة أو دقيقتين، دعاء مختصر على الأقل مرة في كل يوم في هذه الأيام، أيام زيارة الأربعين، يدعو الإنسان لزوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بالدعاء الذي دعا به الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. الإمام يقدم مقدمة ثم يقول: واغفر لي ولإخواني ولزوار قبر أبي عبد الله الحسين. في بعض النسخ بدل كلمة واو غير موجودة، واغفر لي ولإخواني زوار قبر أبي عبد الله الحسين. الإنسان يقرأ هذا الدعاء، وأي دعاء آخر، الدعاء للزوار. خامسا، كل المؤمنين تقريبا يعني عامة المؤمنين يزورون الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في يوم الأربعين، الذي يتشرف إلى تلك البقعة الطاهرة فهنيئا له، الذي لا يتشرف في بلده يدعو يزور زيارة من بعيد. تريد أن تزور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا أيضا فيه روايات شريفة، لا أريد أن أذكر الروايات الشريفة. تريد أن تزور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في بلدك من بعيد، أخرج إلى الصحراء، في الصحراء زر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لعله ما لا يدرك كله لا يترك جله، الإنسان يذهب إلى أقرب نقطة في بلده إلى باتجاه كربلاء. في الرواية الشريفة موجود أنه الإنسان يخرج إلى الصحراء وهناك يمشي خطوات، لا تتمكن أن تمشي من النجف إلى كربلاء، محروم، لا تتمكن أن تذهب في بلدك، أخرج إلى الصحراء، في الصحراء امشي قليلا، أي مقدار، تمشي 10 كيلومترات، تمشي كيلومترا، تمشي خطوات، امشي خطوات. بالسيارة مثلا تذهب إلى الصحراء، تنزل من السيارة، امشي خطوات ولو خطوات قليلة. شيء آخر ورد في الرواية الشريفة، أنك في مسيرك إلى الزيارة، عندما تريد أن تخرج إلى الصحراء في الطريق في السيارة، عندما تنزل هناك وتمشي، أكثر، هذا موجود في الرواية الشريفة، أكثر من الدعاء بتعجيل الفرج، وأكثر من لعن أعداء الحسين، أكثر من هذين الدعائين، أكثر في السيارة هناك تمشي، أدعو بتعجيل الفرج وإلعن أعداء الحسين لعنا جماعيا لكل أعداء الحسين، لعنا شخصيا لفلان وفلان، من الأعداء القدامى من الأعداء الجدد، أيا كان لعن أعداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ولعن الله أعداءه. أخرج إلى الصحراء، امشي خطوات في هذا الطريق، أدعو بتعجيل الفرج ولعن أعداء الحسين صلوات الله عليه ولعن الله أعداءه، ثم قف وزر زيارة الأربعين. قل له: السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات، اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك، الفائز بكرامتك أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وذائدا من الذادة، وأعطيته مواريث الأنبياء
وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. كمل الزيارة في الصحراء الذي لا يتمكن، في الرواية الشريفة يصعد إلى أعلى السطح في داره، هناك امشي خطوات على أعلى السطح وادعو بتعجيل الفرج ولعن أعداء الحسين صلوات الله عليه ولعن الله أعداءه، ثم زر الزيارة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارة الحسين في الدنيا، أن يرزقنا خدمة الحسين في الدنيا، أن يرزقنا اتباع الحسين في الدنيا، وأن يرزقنا شفاعة الحسين في الدنيا والآخرة. اللهم احفظ زوار الحسين، اللهم أوصلهم إلى تلك البقعة الطاهرة سالمين معافين، وأرجعهم إلى أهاليهم سالمين إلى سالمين، غانمين إلى غانمين، لا فاقدين ولا مفقودين، بقبول زياراتهم واستجابة أدعيتهم. اللهم إنك تعلم أننا نحب زوار الحسين ونحب عملهم، فأشركنا في أعمالهم وأشركنا في زياراتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.